ولمناقشة تطورات القصف الذي استهدف معسكر التاجيج شمالي بغداد، معنا من عمان عبر الخط الهاتفي الكاتب والباحث السياسي السيد حسين لاليان. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا. هجوم هو الثاني من نوعه على معسكر التاجي، إذ تتمركز هناك القوات الأمريكية. ما دلالات هذه الهجمات وفي هذا التوقيت بالذات؟ يعني المشهد في بغداد يعني ليس جديد، هو من بعد حادث اغتيال سليماني وفصائل حليفة لإيران ممولة من إيران تهدد بأن تضرب القوات الأمريكية، سيما وأن البرلمان اتخذ قرار مغادرة القوات الأمريكية. هناك انقسام حاد في العراق اليوم حول هذه المسألة، وهناك تراشق إيراني أمريكي داخل العراق، و يعني تبادل الصراعات بوسائل الإنابة. لا الأمريكان جادين في المواجهة ولا الإيرانيين أيضا جادين في المواجهة المباشرة حسب اعتقادي. هناك محاولات لكل طرف من الأطراف أن يحقق مكاسب على حساب الطرف الآخر على أرض العراق وبدماء العراقيين ليس إلا. ما الرسائل التي تحملها هذه العمليات، عمليات القصف للمعسكر، وفي هذا التوقيت هل تريد إيران أن ترد على أمريكا بعد مرور كل هذا الوقت؟ الإيرانيين معلنين برنامجهم، يعني الموضوع ليس سرا، هم يعلنون صباح مساء أنهم يطالبون بمغادرة القوات الأمريكية المنطقة ويعملون على ذلك. يعني هم لا ينكرون موقفهم السياسي والعمل، وبالتالي يعني ليس غريبا أن تقوم فصائل مدعومة من إيران بهذا العمل المسلح. لكن الملفت للانتباه أن أي من الفصائل لم يتبنى هذا العمل، الكل يتحدث أنه عمل مشرف وعمل بطولي وعمل يفتخر به، لكن لا أحد يود أن يتحمل تبعياته المباشرة يبدو في العراق. نعم. طيب، بالنسبة للرد الأمريكي، واشنطن قالت أنها لن تتسامح مع استهداف قواتها في العراق. هل نتوقع أن يقتصر الرد الأمريكي على هذه العمليات بقصف مماثل لما جرى أمس؟ يعني اليوم أضعف حلقة في العراق هو ما يسمى النظام السياسي في العراق، لأنه هو نظام هلامي، نصفه أمريكي ونصفه الآخر إيراني، وما بينهما مناطق رمادية كثيرة يعني في هذا الإطار. لكن السلطة في بغداد اليوم أسيرة فسادها وتبعيتها، تارة للإيراني وتارة للأمريكي. أعتقد أن المشهد سيطول ولن تجد أحدا في العراق قادر على إيقاف هذه المهزلة، لا من حيث ضبط الأوضاع الأمنية على الأرض، لأن ليست هناك قوة أمنية فاعلة تستطيع أن تضبط الميليشيات التي هي أقوى من الدولة فعليا، ولا الولايات المتحدة الأمريكية قادرة بالقدرات الجوية فحسب أن تفعل شيئا أو أن تغير في موازين القوى. نعم. طيب، بالنسبة للموقف الحكومي الذي أدان الهجوم ومن قبله استنكر القصف الأمريكي وتوعد بمحاسبة المنفذين، هل بمقدور الحكومة فعلا محاسبة المنفذين؟ أنا أسألك نفس السؤال، هل حاسبت الحكومة أحد منذ 17 عاما على أي جريمة ارتكبت؟ لم يحاسب أحد. نعم. فالعراق اليوم، العراق اليوم مستباح لكل ذي قوة، لكل من يحمل سلاح، لكل من يقتل يعني. نعم. ليست هناك حكومة فعليا في العراق، هناك فصائل وتنظيمات سياسية هشة متفقة على نقطة واحدة في العراق، أن تسرق. نعم. أشكرك سيد حسين العليان الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من عمان.